سعد لي مساكم احبائي من قناتي عالم نور الانوار. اليوم احبائي مثل ما شايفين انا عندي الافوكا. اليوم رح نعمل عصير الافوكا، كتير طيب وكتير شهي. ليش نحن ما بنعمله بقلب بيتنا؟ لازم دايما نروح نتابعوا العصير، نقول عطينا عصير افوكا. طب نحن بنعمله ورح نعلمكم على طريقه كتير سهله حتى تحضروا. اول شيء مثل ما شايفين انا عندي هون 4 حبات الافوكا. طبعا انا دايما بذكر فيكم انتم تعملوا الكميه اللي انتم بدكم هي. احبائي قبل ما ابدا بالفيديو، اذا كنتم متابعيني الجدد وعجبك محتوى قناتي ما تنسى اللايك والاشتراك بالقناه وتفعيل الجرس تحت اسفل الشاشه، بيكون مكتوب كلمة اشتراك او سبسكرايب، اكبس عليها وبتعلق جرس صغير كمان اكبس عليه مرة تانية تحت يوصلك مني كل اشعارات وكل شيء مفيد بنفس الوقت. انا هون عندي 4 افوكادو. اول شغلة احبائي انا عندي هون السكينة، رح اعلمكم على طريقة تقشيرة. فينا نقشرها من هون وفينا نقشرها بالطول مثل ما انتم بتحبوا. انا هلا رح اقشرها من هون. بسم الله. هلا طبعا اذا انتم جبتوها كثير قاسيه رح اعلمكم على طريقه كيف حتى تستوي دغري. بتجيبوا الافوكا وبتجيبوا تفاحتين وبتحطوا التفاح عليها، ما في خلال يومين 3 ايام بتلاقوا عنا استوى الافوكا. رح نقيم البذره يلي بقلبها. رح نجيب صحن ثاني. اولا انا ما رح اجيب صحن، خلص رح اجيب الخلط الكهربائي او البلاندر. رح اجيب الملعقة. شو رح اعمل؟ انا رح فوت الملعقة بهيدا الشكل وطلع بكل سهولة، بتطلع معانا بكل سهولة، شفتوا؟ ورح اوضعها بقلبها. كمان رح اعمل التانية. يوم رح نعمل افوكا مع الموز فيكن شفتوا كيف بكل سهولة طلعت. تمام. كمان رح اقشر بعد. كمان رح نعملها بهيدا الشكل اللي انا قلت لكم عنها، دغري بتنزل بكل سهولة. اوكي. يعني ولا اسهل من هيك. ونحنا بقي عنا هي امنية، شفتوا بكل سهولة بتنشال. وهلا من بعد ما انا قشرتهم انا عندي هون 3 حبات من الموز. هلا طبعا انا بعمل بكمية كتير كبيرة لانه نحنا بنحب الافوكا. رح اقشر الموز وضعهم بقلبها. وشوفوا شو مغذي الافوكا والموز. اوكي حطيتهم. هلا انا شو رح احط بقلبهم؟ هلا رح ضيف ما يقارب كوب من السكر. اذا بتحبوا السكر كتير فيكم تضيفوا كوبايتين، او اذا بتحبوا تقللوا السكر فيكم تضيفوا نص كوب، هيدا الشيء بيرجع لكم. انا هون ضفت السكر، هلا رح ضيف الحليب البودر. رح ضيف 3 معالق، ملعقة هيدي 2 وهيدي الثالثة، ورح ضيف رشة من الفانيليا، رشة صغيرة يعني ملعقة صغيرة هيدا الشكل. وراح اضيف 2 كوب من المي. طبعا بس حابه اذكر فيكم تضيفوا اذا ما عندكم سكر فيكم تحطوا عسل. هلا انا راح اضيف المي. بسم الله. اذا بتحبوه تقيل بتحطوا 2 كوب مي، اذا بتحبوه هيك رخو بتضيفوا بس رخو بتضيفوا بس بتضيفوا 2 كوب. هلا انا عندي هون الحامض، هذا السر من الاسرار ال طبعوا العصير. بضيفوا رش صغيره من الحامض. لكم ليه؟ لانه نحن بس نعمل الافوكا بيتغير لونه اوقات هيك بيسود، فالحامض بيساعده على يضل لونه اخضر. هلا خلونا نباشر ريحتكم احبائي. وهلا حبايه رح باشر بخلطهم. بسم الله.
خلصوا عنا هلا خلونا تحت نقدمه. هلا احبائي رح تشوفوا انا كيف القوام اللي كان بدي اياه. رح نسكب بسم الله. شفتوا كيف لا تقيل تقيل ولا خفيف كتير كتير. شو بدكن؟ صدقوني طعمتهم ولا اشهى من هيك. والحامض ابدا ابدا مش يعني ما في طعمة حامض ابدا. اذا انتوا خايفين تحطوا حامض ابدا ما في ولا اي طعم. بعد في كوباية يعني بيطلع عنا هون 5 كبايات. وهلا حتى نكسر اللون رح نضيف هيك بقلبهم من جوا فريز. طبعا التزيين اختياري مثل ما انتو بتحبوا. طبعا فينا نكتر فينا نقلل مثل ما انتو بتحبوا. وهيدي النتيجة النهائية احبائي. وانا هلا صار بدي ودعكم. بحبكم كتير. بشوفكم بفيديو جديد. الى اللقاء. باي باي.